أهلا بكم مشاهدي ميسات نيوز في الجولة الإخبارية اليومية، نبدأها مع حضراتكم بأهم العناوين. المحكمة الدستورية العليا تؤجل جلساتها إلى أجل غير مسمى اعتراضا على التظاهرات أمام مقرها لمنع دخول القضاء. الرئيس محمد مرسي يدعو الشعب إلى الاستفتاء على الدستور يوم 15 من ديسمبر المقبل. وفيما يلي تفاصيل الأخبار. ألغت المحكمة الدستورية العليا جلستها التي كان مقررا عقدها اليوم لنظر دعاوى حل مجلس الشورى وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأجلت المحكمة الجلسة إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب تعذر انعقادها في ظل حصار أنصار جماعة الإخوان المسلمين ومؤيد الإعلان الدستوري للمحكمة، والذي بدأ منذ مساء أمس لمنع دخول أعضاء الدستورية العليا. وكانت أعداد المتظاهرين قد ازدادت منذ الصباح وأغلقوا شارع كورنيش المعادي، وكثفت قوات الأمن وجودها بثلاث عربات مصفحة و14 عربة أمن مركزي وسيارات إسعاف ومطافئ. ويعتبر إلغاء جلسة اليوم الواقعة الأولى للمحكمة الدستورية منذ إنشائها عام 1969. ومن جانبها أصدرت المحكمة الدستورية العليا بيانا وصفت فيه ما تعرضت له اليوم من محاصرة المتظاهرين لها بأنه يوم حالك السواد في سجل القضاء، وأعلنت تعليق جلساتها لأجل غير مسمى. وذكر البيان أن قضاة التأسيسية لم يتمكنوا الدخول المحكمة لمواصلة عملهم بسبب الحشد الكبير الذي حاصر المحكمة من كل جانب، وأضاف أن أساليب الاغتيال المعنوي لقضاة الدستورية هو الذي أدى لتظاهرات اليوم التي نالت من هيبة القضاء. وقال البيان أن القضاة لم يعد أمامهم سوى تعليق جلسات المحكمة إلى أجل يقدرون فيه على مواصلة رسالتهم بغير أي ضغوط. دعا الرئيس محمد مرسي مساء أمس الشعب المصري إلى الاستفتاء على الدستور الجديد يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر الجاري، وذلك خلال كلمته بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر أمام أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور. وتسلم الرئيس مرسي مسودة الدستور الجديد من المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية، وأشاد بالجهود الضخمة التي قامت بها التأسيسية، وقال إنها أول جمعية منتخبة في تاريخ مصر لوضع الدستور. وأضاف الرئيس أن مشروع الدستور نجاح لثورة يناير، والاستفتاء عليه سيكون اللبنة الأولى للديمقراطية، مشيرا إلى أن الدستور يساوي بين جميع المصريين في الحقوق والواجبات وينتصر لحرية المعتقد والفكر. ودعا مرسي إلى فتح حوار وطني جاد لإنهاء الأزمة. أيها السيدات والسادة، والآن وبعد متابعتنا لجهود الجمعية التأسيسية وتسلمي بكل حب وتقدير، تسلمي لمشروع الدستور هذا منكم من رئيس الجمعية، وحرصا مني على بناء مؤسسات الوطن دون تراجع أو تباطؤ، فسأصدر قراري اليوم بدعوة جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء على مشروع الدستور هذا. دعا المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء رؤساء أندية القضاء بالأقاليم إلى اجتماع طارئ اليوم لبحث موقفهم من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد سواء بالإشراف عليه أو الامتناع. وأكد المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي قضاة مصر أن مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم لاتخاذ موقف من الاستفتاء ومناقشة مسودة الدستور، وكان عدد من القضاة المعتصمين بالنادي قد هددوا بعدم الإشراف على الاستفتاء اعتراضا على عدم الاستجابة لمطالبهم بإلغاء الإعلان الدستوري وعدم تحقيق مطالبهم في الدستور الجديد.
ومن ناحية أخرى أعلنت اللجنة الثقافية بنقابة المحامين عن رفضها الكامل للمادة 181 من الدستور الجديد لتجاهلها حق المحامين في الحصانة الخاصة بالهيئات القضائية أثناء ممارسة عملهم. وطالبت اللجنة بتحويل المحامي عصام سلطان إلى التأديب للنظر في شطبه من نقابة المحامين، وذلك لموقفه في إقرار هذه المادة. وهددت النقابة بالتصعيد والإضراب الكامل عن كل محاكم مصر وبحشد مسيرة كبيرة لمحاصرة مقر التأسيسية وقصر الاتحادية للمطالبة بتعديل هذه المادة. وفي سياق متصل أعلن مجلس النقابة إحالة النقيب سامح عاشور إلى مجلس تأديب وبدء إجراءات سحب الثقة منه لحضور اجتماع الجمعية العمومية لنادي القضاء. واستكمالا لردود الفعل حول الدعوة إلى الاستفتاء على مشروع الدستور، دعا عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الدعوة إلى الاستفتاء. وقال موسى إن إقرار الدستور تم بسرعة غير مسبوقة، محذرا من تمرير دستور لن يحقق السلام الاجتماعي. ومن جانبه انتقد الدكتور محمد البردعي الدستور وقال إنه يعصف بحقوق المصريين وحرياتهم وكأن الثورة لم تقم، كما أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أن الدعوة للاستفتاء على دستور دون توافق هو إصرار على تقسيم الوطن، مضيفا أن الرئيس لم يفي بوعوده في إطلاق دستور توافقي. وأكد الدكتور عمرو حمزاوي إن دعوة الرئيس للاستفتاء انقلاب جديد على الديمقراطية. لليوم التاسع على التوالي واصل متظاهرو التحرير اعتصامهم لحين تنفيذ مطالبهم التي يأتي على رأسها إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي ووقف الاستفتاء على مسودة الدستور الحالية. ويطالب المعتصمون بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور جديد بشكل متوازن يعبر عن كل المصريين وإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة ثورية. وواصل المعتصمون إغلاق كافة المداخل المؤدية إلى الميدان بالحواجز المعدنية والأسلاك الشائكة. ومن ناحية أخرى أعلن 60 حزبا وحركة سياسية توجههم الثلاثاء المقبل للتظاهر أمام قصر الاتحادية للتعبير عن رفضهم للإعلان الدستوري واستفتاء الدستور كنوع من التصعيد، مهددين بالاعتصام المفتوح. توفي صباح اليوم أحمد نجيب بمستشفى الهلال بعد إصابته في الاشتباكات الأخيرة التي شهدها شارع محمد محمود خلال الأسبوع الماضي. وقال الدكتور محمود الشناوي مدير مستشفى الهلال إن نجيب كان يتلقى العلاج بغرفة العناية المركزة وتوفي اليوم متأثرا بجراحه. وخرج الجثمان من مشرحة زينهم في طريقه إلى المنوفية مسقط رأسه لتشييع الجنازة، حيث رفض شقيقه تشييع الجنازة بمسجد عمر مكرم، في حين قررت القوى السياسية إقامة صلاة الغائب على نجيب بالتحرير. ويعد نجيب ثاني حالة وفاة في اشتباكات محمد محمود الأخيرة بعد وفاة جيكا. وإلى أخبار الاقتصاد، حيث استقبلت البورصة المصرية دعوة الرئيس مرسي بالاستفتاء على الدستور بارتفاع جماعي لمؤشراتها بنهاية تعاملات اليوم، وربح رأس مالها السوقي نحو 3,700,000,000 جنيه لتعوض جانبا من خسائرها الأسبوع الماضي. واتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع، في حين مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء. وارتفع المؤشر الرئيسي AGX30 بنسبة 1.81%، كما ارتفع مؤشر AGX20 محدد الأوزان بنسبة 1.6%، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة AGX70 بنسبة 1.4%. وإلى أخبار الشأن الفلسطيني،
أصيب فجر اليوم 4 فلسطينيين بشظايا قذيفة أطلقتها دبابات إسرائيلية متمركزة على الشريط الحدودي شرقي دير البلح وسط قطاع غزة صوب منازل المواطنين. وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن 4 مواطنين من عائلة واحدة أصيبوا بشظايا قذيفة أطلقتها دبابات الاحتلال وسقطت بالقرب منهم أمام منزلهم شرقي دير البلح. يذكر أن سلطات الاحتلال تتعمد بشكل يومي اختراق التهدئة التي وقعتها مع غزة بوساطة مصرية قبل 10 أيام، مما أدى إلى استشهاد 2 وإصابة العشرات. عاد اليوم إلى الأراضي الفلسطينية الرئيس محمود عباس عائدا من نيويورك عقب اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة التي منحت فلسطين دولة مراقب غير عضو. واستقبل عباس آلاف المواطنين استقبالا رسميا وشعبيا حافلا، وقام أبو مازن بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات وفاء لروحه ونضاله الطويل. وألقى عباس كلمة أكد فيها أنه أصبحت الآن للفلسطينيين دولة وأنهم سيواصلون العمل لقيام دولتهم، وقال إن الشعب الفلسطيني أقوى من الاحتلال والاستيطان، وأهدى ذلك الانتصار التاريخي إلى الأسرى الأبطال. وأكد عباس على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الفلسطينية لأنها ضمان الانتصار. الاعتراف بفلسطين كدولة يغير الكثير من المعطيات ويؤسس لحقائق جديدة، ولكن علينا أن ندرك أن انتصاركم استفز قوى الحرب والاستيطان والاحتلال، وقد تعمقت عزلتهم في العالم، وسنسعى لإنجاز ما أنجزناه. تعرفون أننا هددنا بعقوبات كثيرة من أماكن مختلفة، ولو أردنا أن نستمع إلى هذه التهديدات لما ذهبنا. وإلى الشأن السوري، حيث أفادت مصادر في المعارضة بأن ما يزيد على 40 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح في انفجار سيارتين مفخختين بمدينة حمص اليوم. وذكرت لجان التنسيق المحلية انقطاع التيار الكهربائي صباح اليوم عن مبنى مطار دمشق الدولي مع تجدد الاشتباكات بين الجيشين الحر والنظامي على طريق المطار، تزامنا مع عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بعد انقطاعها 3 أيام متواصلة. وشهد عدد من أحياء العاصمة دمشق قصفا من الطيران الحربي كان أعنفها على جوبر وبرزة، وأسفرت عن مقتل 43 شخص. وفي الكويت، أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن تهنئته للفائزين بعضوية مجلس الأمة للثقة التي أولاها إياهم المواطنون، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 38.8%. وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز 17 نائبا شيعيا من أصل 50 مقعدا مقابل 7 مقاعد فقط في المجلس السابق. وفاز الإسلاميون السنة الذين قاطعوا الانتخابات 4 مقاعد مقابل 23 مقعدا في المجلس السابق. وحصلت 3 نساء على مقاعد في المجلس، فيما يمثل إنجاز جديد للمرأة الكويتية. ومن ناحية أخرى، تتقدم الحكومة وفقا للدستور باستقالتها اليوم إلى الأمير صباح الأحمد. وإلى الوضع في أفغانستان، حيث فجر انتحاريون قنابل وأطلقوا صواريخ خارج قاعدة أمريكية رئيسية اليوم، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بمدينة جلال أباد شرقي أفغانستان.
وقال مسؤولون بالشرطة المحلية إن جثثا ترتدي ملابس الشرطة والجيش الأفغانيين تناثرت حول مدخل القاعدة الجوية بجلال أباد بعد معركة استمرت ساعتين دوت خلالها سلسلة انفجارات قوية. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، وكان متمردو طالبان قد هاجموا مطار جلال أباد إحدى أهم القواعد الجوية للقوة الدولية التابعة لحلف الناتو إساف، هاجموه مرتين هذا العام. وختاما أخبارنا الرياضية، حيث واصل الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي الخسارة في البطولة الأفريقية للأندية، حيث تلقى الهزيمة الثالثة أمام فريق كانو بيلرز النيجيري ب 68 نقطة مقابل 70 نقطة. يذكر أن الأهلي كان قد خسر في المباراتين الماضيتين أمام النجم الساحلي في افتتاح البطولة التي تقام في غينيا، وفي المباراة الثانية من بيترو أتلتيكو الأنغولي. وليس أمام الأهلي سوى الفوز بمباراته الأخيرة أمام مازيمبي الكونغولي بفارق أكثر من 8 نقاط لضمان البقاء في البطولة الأفريقية والتأهل إلى المركز الرابع. قدمنا لكم جولتنا الإخبارية اليومية، شكرا لكم ونلقاكم بكل خير.